لا لا خدمة ولا غسالة اوتوماتيك، انا بذاتي انا بقص البصل بعمل الطبولة وانا بعك على ايدي ما بين الشيب. نحن موجودين بإضاعة كفر بعال، مكان تصوير كليب جديد للفنان باسكال مشعلاني للأغنية الرومانسية الرائعة أنا لما شفتك، والتعاون للمرة الثانية مع باسم مغنية. كيف الأجواء؟ منتبع سوا. زال اوف اوف طلع فيه أنا لما شفتك كثير الفانز والناس، وكثير كان بمصر أو بلبنان أو مين ما كان أو واحد منهم، أنت كثير ناس من عشاق لهالغنية الكلاسيك، فوعدت وصورها واليوم نحن عم نصورها، اللي هي كلام إيهاب عبده والألحان تامر عاشور توزيع ملحم أبو شديد. طلي بنت لبنانية من الجبل من الضيعة بسيطة بتحلم بفارس أحلامها، وفجأة بيطل بهال الجرد ينزل عليها، واكيد هو بيكون هربان من الناس اللي لاحقينه الجيش، وبتدير القصه الحب بينه وبينه، هالقصه اللي كل بنت بتحلم انه يطل فارس احلامها، ان كان على خيل او من جرد او من تحت شجره او من اي مطرح. رجع لي النوم وارحمني من عذابك، عطول على بالي ترجع لي هيك بتحكي ونظراتك اللي فيها وغمرات جنونك ترجع لي من جديد عم بيمضى الوقت في العالم. صار رزق كثير عم يتعذب بالكليب، بالكليب الماضي كان الباد جارد قتلوه، وهون كمان عم ياكل قتل، وشو القصه؟ لانه الرومانسيه والحب بده تضحيه، فهو بده يضحي كرمال حبه، حبه مش قليل ولا حبه ولا حتى نخليه، ضحي طارق بسبيلي الجيش يلحقوا يتقوس كرمالي، كل مره في تحضير لشيء، الحب لازم يكون في عذاب والا ما انه حلو. بدك حلو اي بروفايل حلو؟ هيدا 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 الحلو. حط انت فرجيني؟ ايه انت عندك كذا املا من هون من هون، مين كل واحد اذا عينكم مش انا بس. يلا يحيى العدل. الستوري بورد بتحكي عن حقبه زمنيه معينه، فمضطر العبها بهيك لوكيشن بين 1910 و1920. ما عم بحكي عن لبنان بالذات، عم بحكي عن الواقع العربي بشكل عام، قصة الثوار والناس اللي كانوا يحكموا البلد اللي هن ضد البلد، فهذا اللوكيشن هو يعني بيحكي هذاك العصر، فلذلك كان اختياري هذا اللوكيشن. انا وادي بطلع فيه. شفتيه؟ ايه عمالي 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 احملي احملي. اوكي خذي وقتك كله لك هذا. ما بتعب، ما في عندها ولا مشكله بوجه، الحمد لله يعني وجهه كثير حلو وكثير مرتب من ناحيه الاضاءه تتركها وجهه. هذا عم يساعدنا نعجل اكثر بالشغل معها، وهيك فنانه هيك شخص هالقد كامل على الكاميرا انا برايي ما بتتعب معه، يعني بتعمل قصص وبتاخذ عم تشوفه قدامك بشكل كثير حلو. تحسينها ما بتزبط، انا اجل اوكي اوكي. حبيت اول شيء حبيت الدور، لانه بالمجمل اذا ما عشته للدور ما بتقدر تعطي، واللي مبين انه عم بقدر اعطي مثل ما لازم. الجزء اللي هو اكثر انه عم نشتغل على انه يكون في نقله قويه بشكلي انا كمان لحتى اكون ضمن المعقول، بس بعد قد ما غيرت شكلي بعدني طارق بالنتيجه، وقد ما رجعت بالايام لورا بعدنا بالواقع. انت عم تجسد شخصيه معينه، وقد ايه انت قادر تلعب فيها هو بيكون قوته للعارض الازياء، اذا كنا عم نحكي عن عارض الازياء. يعني بالنسبه للتمثيل بتمنى، بس صراحه بعد ما انعرض الدور يلي بيكمل يمكن جزء من شخصيتي انا. عليهم ولا عليهم؟ ما بيسمع كلمه عليهم. بدك ظهرنا من الاستوديو، عم نجرب نغير ايه اللي حاطه اسكال من مطرح لمطرح وعم صورها، وطبيعه بتساعد لانه المناخ كثير حلو والطقس حلو، بيطلع معنا اشياء. هي باسكال يعني سبحان الله بلا ميك اب حلوه،
وبتعرف عمليات ما في عمليات ابدا. ارضك هون بلدك هون وهون اللي حبيتها هون. انا بحب كثير الارض، يعني انا لما بشت الدنيا بحب انكش الارض هيك بهالطريقه لشم ريحه الارض، انا بموت بريحه التراب. ايدك خضراء مثل ما بيقولوا؟ بفتكر ايدي خضراء ان شاء الله. تتخيلي حالك بدون التطور والتكنولوجيا وتغسلي بدون غسالة فول اوتوماتيك؟ يا ريت. ايه اذا بترجعني اقعد بالضيعه وانكش وازرع ونام بكير وقوم بكير. حلو الضيعه وحلو البساطه وحلو العفويه. نحن محتاجين صرنا للبساطه وللحب وللمحبه، لانه كل شيء عفوي وطبيعي وبتلمس الطبيعه فيه والهدوء والروقان. خرير الشجر اللي بيقطع في رنه موسيقى. بعد انا لما شفتك بعد اي اغنيه هيك بدنا ندلع ونصورها. في غنيه رائعه جدا ما في قول عنها، مش من الالبوم الجديد كثير، حتكون مني هديه ان الله، كمان بعد شهر رح يتم تصويرها. لبنانيه اح 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 خليها لوقتها. وديو وين صرنا فيه؟ تأجل تم؟ وديو تأجل لفترة تقريبا شيء يعني أواخر الصيفية أو نص الصيفية، رح نشتغل بس يتأخر لآخر الصيفية. نفس المطرب أم غيره؟ لا غير. حفلات شو عندنا؟ خلينا نحكي لحياتنا، خلينا نصور نعمل مرة ثانية، أوكي؟ ثانك يو عماد، باي. أكيد أكثر منكم.